أنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن عبد الله حجر، رئيس الجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة، ومدير مركز الملك عبد الله التخصصي للأذن، وكمان مشرف على كرسي الأمير سلطان لأبحاث العاقة السمعية وزراعة السماعات في المملكة العربية السعودية. المؤتمر تحدثت فيه عن التطورات الكبيرة اللي حدثت في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة في موضوع زراعة القوقعة، وكيف ولله الحمد يعني المملكة العربية السعودية انتقلت إلى مراحل جدا متقدمة وصلت حتى للعالمية في إجراء مثل هذه العمليات المعقدة، وتمكننا ولله الحمد من إبراز هذا النجاح في كثير من المؤتمرات الدولية ومن ضمنها هذا المؤتمر، وبدينا نساهم في كذلك في تطوير هذه التقنية وإيصال العلاج الأفضل للمرضى، وبدينا نساهم ولله الحمد في مساعدة الكثير من المراكز في القيام بمثل هذه العمليات المعقدة، والتي يعني لا أخفى على الجميع أنه ممكن يكون لها مضاعفات يعني كبيرة جدا، فعشان كذا نحاول أننا نوصل العلاج هذا للمريض بأقل مضاعفات وبأقل مشاكل، فهذا هو كان يعني الهدف الأساسي في الورقة. غدا بإذن الله سوف يكون لي ورقة أخرى سوف أتحدث فيها عن كيف استطعنا في المملكة العربية السعودية من تطوير عملية زراعة القوقعة، حتى ولله الحمد يعني كانت نتائجها متميزة جدا، وتمكننا من تطوير أشياء كثيرة جدا في العملية، ولله الحمد يعني لم يصب أحد من مرضانا بأي إعاقات أو بأي مشاكل بعد عملية زراعة القوقعة. كذلك تمكننا من تصغير الجرح وإجراء العملية من غير حلق للشعر وتقليل فترة التخدير أثناء العملية، كلها الأشياء هذه ساهمت في أن العملية بتكون بإذن الله آمنة وسريعة، وكذلك هذا ساعد على أننا نقدر نركب الجهاز المرضانة في اليوم الثاني من العملية، فيطلع الطفل تقريبا عندنا اليوم الثاني يسمع بكل الأذنين، وهذه تقريبا احنا المركز تقريبا الوحيد في العالم الذي تمكن من إجراء مثل هذه العمليات، وهذا يعود للأعداد الكبيرة جدا التي نجريها في زراعة القوقعة في مركز الملك عبد الله التخصصي للأذن. يعني أتوقع على السنة القادمة سوف يكون مركزنا هو أكبر مركز عالمي في زراعة السماعات. والله أتوقع أن الآن منطقة الشرق الأوسط يعني بدأت تنحو منحى دول متقدمة جدا في هذا المجال، وأصبحت أغلب المؤتمرات تكون متخصصة، هذا بيجمع المختصين بشكل أكبر ويساعد على تلاقح الأفكار وعلى الاستفادة من بعضهم البعض. أنا من المؤيدين جدا لمثل هذه المؤتمرات، وحريص أني دائما يعني أشارك وأحضر وأقدم في هذه المؤتمرات، خاصة مؤتمرات زراعة القوقعة، لأنه هذه المؤتمرات التي تجمع بين الأطباء وبين الأخصائي السمعيات وأخصائي التخاطب. الميزة الدول العربية إنه مرضانا يتحدثون بنفس اللغة، فهذا ساعد بشكل كبير على أننا نطور برامج تأهيلية للمرضى باللغة العربية، فأصبحت ولله الحمد المؤتمرات في الدول العربية في زراعة القوقعة صراحة تضاهي المؤتمرات العالمية، بل العكس يعني بعض الناس صاروا يحرصوا أنهم يحضروا المؤتمرات العربية أكثر من المؤتمرات العالمية. والله الحضور صراحة متميز، الحضور أكثر من رائع في كونه يعني ناس جدا متخصصين في هذا المجال، وهذا يعني يندر أن يكون بهذا الحضور اللي في المؤتمرات المتخصصة، فكان أعتبره يعني من المؤتمرات الناجحة، وأدعو الأخوان المنظمين أنهم يستمرون في هذا المجال، والله يعينهم.